فهمت؟ الأستاذ ناصر الحربي مدير الإعداد في قناة بداية ومقدم فقرة زوارة. أستاذ ناصر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أستاذ ناصر من داخل كنترول، حياك الله. الله يسعدك يا حبيبي. أستاذ ناصر عندي سؤال واحد. تفضل. في سؤالين أنتم اخترعتوها من مخكم. اللي هو الميلاد حق الولد وسنة تعيين الأب. هاني أول شيء أنا أشكر لك حرصك أنك تحب أن نضع النقاط على الحروف كاملة. جميل. ويعني فعليا أنا إحنا في فريق الإعداد أو في قناة بداية ما نرضى أن المتسابق أنه ما يلتقي مع أهله أبدا، ولكن أنا خلني أرجع للنقطة اللي تكلم فيها صالح الفرحان. جميل. أنا لو اخترعت سؤالين حسب ما ذكر صالح الفرحان فأنا كيف أعرف إجابة السؤالين اللي إحنا اخترعناها؟ أنا أعرف السؤال من صالح. صحيح، هذا واحد. بس سؤال ميلاد عامر، انتوا اخذتوا الاجابه منهم من الاهل؟ اخذنا الاجابه من الاهل مباشره. طيب. لان احنا من غير المنطقي ان ينزل علينا وحي عشان يعطينا الاجابه الصحيحه. طيب وسنه تعيين الام برضو انا اقول لك جميع الاسئله احنا بالتشاور مع الاهل جلسنا معاهم قبل لا نطلع بالفقره مباشره، واخذنا جميع الاسئله من والده ومن اخوانه ايضا وطلعنا بالفقره مباشره. جميل جدا. فهو من المؤلم ان المتسابق انه ما يلتقي مع اهله، ولكن هذه هي سياسه الفقره. هاني هاني طيب صالح 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 ابغى اخليك تساله ابغى اخليك تساله بس اهدى صالح. احنا في برنامج تكفى الله يرضى عليك، ما احنا في رياليتي. اهدى استريح، ما احنا في رياليتي، ما احنا في الهواء. استريح خالد صالح، استريح واسال بشويش. عطني سؤال. انا خالد بساله بس عشان ما يروح. عطني مو برايك ابو نايف. سم. ليش على الاشخاص اللي قبل عندهم تثبيت وانا ما عندي تثبيت اجابه؟ لا لانه دقيقه، انا اقسم بالله العظيم اني يوم شفت دمعه امي والله واللي خلقني، يوم شفت دمعه امي تو انها كذا افتشت قاعد شفت دمعتي من ضيقه الصدر اني جيت من القصيم وتعبان وحالته حاله وعنده بكره مدرسه الساعه 6 لازم تصير بالمدرسه، ولا كان ما جيت اتكلم وفضفض واقول اللي عندي. ويا هاني انا يمكن منفعل شوي، اذا انا اخطيت فانا اعتذر. صالح تعال يا صالح. طيب اسمع جوابي. سم ناصر نسمعك. طيب عموما هاني والدة صالح هي بمقام والدتي. جيد. وهو إيش كان سؤاله؟ معلش إيش كان سؤاله؟ هو يقول ليش بعض بعض سبق جاوبناه. طيب إنه كل فقرة كل أسبوع له نظامه يختلف، لأنه هو جالس يقول دمعة الوالدة، ودمعة الوالدة عزيزة جدا على قلوبنا، وهم جو هنا معززين مكرمين ومشوا أيضا معززين مكرمين، وعندهم خبر قبل لا يجون إلا لو ما جاوب صالح. إحنا منسقين مع جميع الأهالي من قبل لا يجون، هم فاهمين سياسة المسابقة. في حال ما أجاب على 7 أسئلة من أصل 10 ما يتقون. جميل جميل. ناصر بتضيف شيء؟ والله أنا فقط اللي حاب أضيفه إن ما يرضينا أبداً الأهالي إنهم ما يتقون مع المتسابق، وهذا حاجة تزعجنا جداً، ولكن هي سياسة الفقرة عشان نوصل للمشاهد مدى إدراك المتسابق بتفاصيل حياتهم العائلية. الأستاذ ناصر الحربي مدير الإعداد في قناة بداية ومقدم فقرة زوارة كان معنا باتصال. طيب. كان معنا من داخل كنترول. يعطيك العافية ناصر. علي أنا عندي نقطة. إحنا أول برنامج ذكرنا وما ألوم صالح إنه